في يوم 15 مارس الموافق يوم الجمعة اللي فات، أصدر تايمن بي تي اس أغنية جديدة بعنوان فريندام في. ورغم أن الأغنية ما كانش ليها أي ترويج لأن تاي حاليا في الخدمة العسكرية، ولكنها حطمت أرقام قياسية مهمة جدا، منها أن الأغنية احتلت المرتبة الأولى على مخطط آيتم في أكثر من 80 دولة حول العالم. وامبارح يوم السبت غير في صورة حسابه الرسمي بالإنستجرام لصورة جديدة باللون الأبيض والأسود، وعلى طول عملت الصورة دي ضجة كبيرة جدا على كل مواقع السوشيال ميديا وتحديدا التويتر، وده لأنها مشابهة جدا لصورة ملف جيني الشخصي بالإنستجرام. وبالفعل الصورتين تم التقاطهم بنفس المكان وهو جسر لندن، ده غير ان وضعية جيني وتايف ستار وكأنهم بيواجهوا بعض. ومع انتشار الأخبار دي في كل مكان كان رد فعل الجمهور الكوري مختلف، فالبعض كان شايف انهم منفصلوش ابدا ومازالوا حبيبين او حتى اصدقاء في الوقت الحالي، اما البعض التاني كان شايف ان دي مجرد صدفة لان تاي بيغير صورة ملفه الشخصي مع كل عودة وبتكون بصورة مناسبة لمفهوم الام في، وان تاي ما اعترفش ابدا بحب الجيني ولا اي حاجة من الكلام ده. كمان كان في نوع تالت من التعليقات وقالوا نحن نتفهم تاي، لو كانت جيني كيم حبيبتي السابقة فلن اتمكن من نسيانها ابدا، وانت هو رأيك؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.